السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين وأعزائنا المتابعين من المحيط إلى الخليج، متابعين حلقتنا عن مراجعة بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن النقدية وما في حكمها، النهاردة إن شاء الله بنبدأ بند جديد وبند خطير جدا، برضو أحيان كتير جدا بيتم إهماله أو بيتم فروضته للأسوشيتس ومن غير ما يبقى في توضيحات كافية. عشان كده عايز الاسوشيت اللي اداله لو خد البند ده وما عرفش اجراءات كافية يعملها يسمع الفيديو ده، والسينيورز وهم بيراجعوا كمان لو عايزين يراجعوا البند ده ورا اسوشيت او هيعملوه بنفسهم في بعض الاحيان لازم كمان يسمعوا الفيديو ده. النهارده بنتكلم ان شاء الله عن بند الموردين، والموردين زيه زي اي بند في الدنيا لتأكيدات مراجعة او assertions المفروض نحددها عشان نعرف ايه الحاجات اللي احنا المفروض نعملها او ايه الاجراءات اللي المفروض تتعمل فيه. اول assertion معانا هو assertion الوجود، وهو كassertion في بالنسبه للموردين ما بيبقاش assertion هاي ريسك، ممكن يبقى مودريت ريسك، ممكن يكون مودريت ريسك. وهنا لازم نعرف يعني ايه وجود. وجود ان انا عايز اتاكد ان الرصيد ده موجود في نهايه السنه، رصيد المورد ده يكون موجود في نهايه السنه. عندنا اجراء مشهور جدا لاثبات الوجود عموما، وهو اجراء المصادقه الخارجيه اللي هو الكونفيرميشن، ان انا اطلب مصادقه من المورد، ان المورد يبعت لي مصادقه بالرصيد وقارن ما بين الرصيد اللي موجود في الدفاتر والرصيد اللي موجود في المصادقه. اتفقنا قبل كده ان المصادقه لازم تحدد فيها ثلاث بيانات مهمين جدا، اسم المورد في الحاله بتاعتنا هي اسم المورد، قيمه الرصيد، وحاجه ثانيه مهمه جدا اسمها تاريخ الرصيد. تاريخ الرصيد ده مهم جدا، يعني تاريخ المصادقه ده تم امتى. لو تاريخ المصادقه تم في 31/12 اللي هو في 21، احنا بنتكلم ان احنا بنراجع سنه 21، يبقى الرصيد اللي في المصادقه المفروض يكون هو نفس الرصيد اللي في الدفاتر من غير اي اجراءات اخرى او من غير اي مشاكل. تمام كده؟ تمام. لكن لو تاريخ المصادقه هيكون في تاريخ تاني غير تاريخ 31 ديسمبر، يعني ممكن يكون تاريخ قبل او تاريخ بعد، يبقى لازم هتعمل اجراءات فولو اب على الحركات اللي تمت من تاريخ المصادقه ولحد تاريخ المركز المالي. هنفترض ان المصادقه تمت في 31 اكتوبر 31 اكتوبر 2021، يبقى انت هتاخد الرصيد تقارنه بالرصيد اللي عندك في الدفاتر في 31 ديسمبر، تطرح الرصيدين دول من بعض هيطلع لك فرق معين. الفرق ده هتقارنه بقيمه الحركه، هتطلب حساب استاذ المورد دوت وتشوف قيمه الحركات الديبت ناقص الكريدت من تاريخ 1/11 احنا دفعنا مصادقه في 31/10 لتاريخ 31/12، هتقارن القيمتين ببعض، هتقارن القيمتين ببعض، المفروض يكون الفرق ما بينهم صفر، الفرق ما بين الموفمنت اللي تمت خلال اللي احنا بنسميها الفتره البينيه من تاريخ المصادقه لتاريخ المركز المالي، وما بين الفرق اللي ما بين المصادقه والدفاتر. اذا طلع معاك الفرق صفر يبقى انت فاضل لك حاجه واحده بس، انك تفحص عينه من هذه الحركات، او ممكن تفحص كل الحركات اللي تمت خلال الفتره من تاريخ المصادقه لتاريخ المركز المالي، وعاده ما بتكونش كبيره لان الفتره المفروض انها تكون صغيره، والمفروض ان ما دام اعتمدت على مصادقه في تاريخ خلاف اللي هو تاريخ المركز المالي، عملت ما دام عملت ترانسفيرنج للتاريخ كلوزر تو او بعيد عن تاريخ المركز المالي، ان انا اكون حجم الحركات مش كبير وعدد الحركات ما يكونش كبير. في الحاله دي بفحص عينه من الحركات ديت وابقى كده اتاكدت من وجود الرصيد في تاريخ المركز المالي. في اغلب الحالات ما بيكونش في مسابقات للموردين، المسابقات بيتم التركيز على اكتر في حاله العملاء مش في حاله الموردين، وبالتالي ممكن جدا تروح للعميل يقول لك والله، او الكلاينت بتاعك يقول لك والله انا ما حضرتش احصل على مسابقات للموردين، وبالتالي انت بتلجأ هنا للاجراء البديل وهو السداد اللاحق. السداد اللاحق هو بمنتهى البساطه انك هتطلب كشوف الحساب بتاعتك، تطلب كشوف الحساب بتاعت الموردين اللي انت مختارهم كعينه، بس هتطلبها في الفتره اللاحقه من تاريخ المركز المالي اللاحق لحد تاريخ اليوم اللي انت فيه. بعد كده هتبدأ تعلم على الحركات الديبت مش الكريدت، خد بالك من الحته ديت، هتتعلم على الحركات الديبت اللي تمت خلال الفتره اللاحقه. الحركات الديبت المفروض انها تبقى عباره عن حركات سداد. الاول بتحصر قيمه الحركات دي، تتاكد ان قيمه الحركات دي هي اكبر من قيمه الرصيد الموجود، يبقى كده لو هي اكبر من قيمه الرصيد الموجود ده معناه ان الرصيد ده اتسدد بالفعل بالكامل بنسبه 100%. في الحاله دي بتبدا تاخد السدادات دي، تطلب منه عينه السداد. طيب في عينه السداد لازم تاخد بالك من عده امور. اولا ما تعتمدش على كشف البنك لوحده، وما تعتمدش على الشيك لوحده. بمعنى لو انا خدت من مستند السداد جاب لي والله شيك، مش بالضروره ان الشيك يكون اتصرف، ممكن يكون الشيك حتى ما تسلمش للمورد، وممكن يكون يتسلم للمورد بالفعل
لكنه كان في خطأ في التسليم، في خطأ في آسف في توقيع الشيك، إن التوقيع مش مطابق للتوقيع المطلوب عند البنك، أو والله إن الشيك كان بدون رصيد، وبالتالي لو الشيك بدون رصيد أو لو في خطأ في التوقيع فالشيك مش هيتصرف، وبالتالي صورة الشيك لوحدها ما تدلش على حدوث السداد، خاصة إذا ما كانش ممضي عليها باستلام المورد للشيك. يعني ممكن يكون الشيك ما تسلمش أصلا، أدي حاجة، ممكن يكون في خطأ في التوقيع، ممكن يكون في عدم كفاية رصيد، وفي الحالة التلاتة مش هيتم تخفيض الرصيد، تمام؟ فلازم أن تتأكد من الحاجات دي. أولا أنك تتأكد أن الشيك اتسلم، يبقى الشيك ممضي عليه بالاستلام من المورد، ويكون تاريخ الاستلام ده يكون تاريخ الاستلام ده بعد نهاية السنة المالية، بعد نهاية السنة المالية اللي أنت فيها، أنت في 21 بتتكلم في صدد لاحق، لازم يكون تاريخ السداد ده أو تاريخ تسليم الشيك ده تم في 22، تم مش 21. لو تم في 21 يبقى لازم القيد يتعكس ويتخفض الرصيد في 21 مش في 22، تمام؟ انت لو انت بتراجع الشيك لقيت ان الشيك اتسلم في 21، هترجع بقى تاني تتاكد ان الشيك ده بالفعل تم تخفيضه من رصيد المورد، وترجع لمذكره تسويه البنك. لازم في الحاله دي تلاقي الشيك ده متعلق في مذكره تسويه البنك، وفي الحاله دي لو انت ما تلاقيتوش متعلق في مذكره تسويه البنك هتعمل قيد تعديل لو ان الشيك اتسلم في السنه الماليه اللي انت بتراجعها، ومع ذلك ما تمش خصم الرصيد الا في السنه الجديده، لازم هي تعمل قيد تعديل من حساب المورد الى حساب البنك، وتعمل مذكره تسويه جديده. طيب ادي نقطه، لو لقيت الشيك اتسلم في تاريخ بعد تاريخ المركز المالي في نفس تاريخ سنه المراجعه انت فيها، هتعمل قيد تعديل، ادي حاجه. الحاجه الثانيه لازم تتاكد ان الشيك ده اتخصم. طب عشان اتاكد ان هو اتخصم من البنك هعمل ايه؟ يبقى لازم ترجع هنا لكشف البنك، هترجع لكشف البنك تتاكد ان الشيك ده اتخصم من البنك بالفعل، وانه ما تمش الاعتراض عليه لعدم كفايه الرصيد او لعدم وجود او لعدم تطابق التوقيع. طيب لو انت خدت كشف البنك، كشف البنك لو مش موجود فيه اسم المورد يبقى ده مش دليل ان الرصيد ده اتسدد. انت مثلا دلوقتي انا عندي مورد رصيده 600000، جاب لك تحويل هو بقيمه 600000، لكن اذا التحويل البنكي مش مكتوب فيه اسم المورد اللي اتدفع له، ممكن يكون ال 600000 دول اتدفعوا كدفعه مقدمه لمورد تاني خالص ملهاش علاقه بالسداد اللي انت بتتكلم فيه، او لمورد تاني خالص غير المورد دوت، غير المورد اللي انت بتراجعه. يعني ممكن يكون دفعه مقدمه للسنه الجديده، ممكن يكون سداد لفواتير تخص السنه الجديده مش للمورد ده، فانت لازم تتاكد من اسم المورد يكون ظاهر في كشف البنك. طب لو اسم المورد مش ظاهر في كشف البنك يبقى هتطلب منه الشيك اللي اتصرف، وتطابق الاسم من الشيك للايه؟ لكشف البنك. طب واحد يقول لك ده ما هو كانش الشيك ده كان تحويل، خلاص هات التحويل مفيش مشكله، شوف اسم المحول له. تمام؟ فلما تتاكد من اسم المحول له عشان تتاكد ان الرصيد تم السداد له. فدي نقطة تانية في السداد اللاحق الكثير بيقع فيها. يبقى احنا أول حاجة هناخد حساب أستاذ للمورد في الفترة اللاحقة، بنعلم على قيمة الأرصدة على قيمة الحركات المدينة، متأكد إن حركات المدينة ديت سددت الرصيد. طيب لو حركات المدينة أكتر من قيمة الرصيد خد بالك أنا ماليش دعوة، أنا هاخد بس الحركات المدينة اللي تساوي قيمة الرصيد، يعني الرصيد اللي عندي 600000. أنا هاخد السدادات اللي تعمل لي 600000. في سداد ب 900000 ومليون ماليش دعوة بيها، أنا عايز بس أول سدادات اتسددت في السنة الجديدة تعمل ال 600000. لو اول سداد ب 600000 خلاص، لو اول سداد ب 300000 هاخد السداد اللي بعده ب 200000، 500000 اوكي، هاخد السداد اللي بعده ب 100000 يعمل لي 600000 اوكي. فانا كده وصلت للسداد اللي يعمل الرصيد. طيب ادي اجراء اولاني او اجراء بديل للمصادقه. طيب لو الاجراء البديل ده تم الحمد لله اوكي. طيب لو افترضنا بقى وانت بتيجي تراجع خدت حساب الاستاذ اكتشفت ان قيمه السدادات اللي تمت ما غطتش الرصيد اللي موجود، او ما فيش سداد من اصله للرصيد اللي موجود، فانت بتقول ان في 600000 للمورد، وفي وجيت تعمل فتره لاحقه بعد 3 اشهر و4 اشهر لقيت مفيش سداد تم خالص، هنا انت هتبدا تشك، هنا في مشكله، ازاي ان ما تمش سداد المورد ده سكت على فلوسه ليه؟ لازم ترجع بقى الاول تعمل حاجه مهمه جدا، تعمل الاجراء البديل اللي هو الفاوتشنج، اللي هو الفاوتشنج. في الحاله دي هتجيب حساب الاستاذ بس مش بتاع السنه اللاحقه، لا بتاع السنه اللي انت فيها، حساب استاذ للسنه اللي انت فيها. طيب جبت حساب استاذ السنه اللي انا فيها، هتحدد من تحت لفوق، هتاخد اخر فواتير من اخر فاتوره وتطلع من تحت لفوق وتجمع الفواتير اللي تعمل الرصيد. يعني انا الرصيد عندي ب 600000، هاخد اخر فاتوره ب 200000 اوكي، انا لسه كده فاضل لي 400000، هاخد الفاتوره اللي بعدها ب 200000 كمان ادي 400000، هاخد الفاتوره اللي بعدها ب 100000 كمان ادي كده 500000، فاضل لي كمان فاتوره اخد بقى الفاتوره اللي ايه اللي بعدها، يبقى انا كده عندي اربع فواتير هم اللي عاملين 600000. هاخد عينه الفواتير دي كلها، وخد بالك في الحاله دي ما تقدرش تاخد عينه من عينه، ما دام انت خدت المورد ده كعينه لازم كل الفواتير اللي تخص المورد ده تتاخد، تمام؟
يبقى الاربع فواتير دول هطلب من من العميل انه يسلمني الفواتير دي. طيب العميل سلمني الفواتير دي، هاخد بقى الفواتير دي هبدا اراجعها. تراجعها ازاي؟ هتتاكد من الفاتوره، الفاتوره لازم اتاكد فيها رقم واحد انها مسرياله ولها رقم سيريال، ان اسم الشركه عليها، ان اسم الشركه عليها، ان الحاجه اللي بتباع ديت ضمن النطاق اللي الشركه بتشتغل فيه. يعني ما تبقاش انا مثلا شركه مستشفى مثلا وشاريه اجهزه اسلحه مثلا، شاريه اسلحه ناريه ولا شاريه دبابات، ما ينفعش، لازم يكون الشيء اللي تم شراؤه ده يتفق مع الغرض اللي الشركه او النشاط بتاع الشركه. كمان لازم تتاكد من تاريخ الفاتوره، وده اهم حاجه في الموضوع، لازم تكون تاريخ الفاتوره قبل تاريخ نهايه السنه الماليه اللي انت فيها، عشان تبقى السنه الماليه اللي انا فيها ديت فعلا الفاتوره ديت موجوده. طيب تاريخ الفاتوره موجود، اوكي تاريخ الفاتوره اتاكدنا منه، قيمه الفاتوره لازم تكون مساويه لقيمه القيد اللي اتعمل، واسم الشركه لازم يكون على الفاتوره، واسم المورد لازم يكون هو نفس اسم المورد اللي في الدفاتر بتاعتك. ده كده اتاكدت من الوجود، تمام. طيب في حاله السداد هتاكد كمان كده الوجود خلص معانا الحمد لله، اتاكدنا منه يا اما بالمصادقه، ما كانش هشوف سداد لاحق، ما كانش هروح للفاوتشنج. طيب هروح للاسيرشن الثاني وهو الفالويشن اللي هو التقييم. الحقيقه ان التقييم هنا مهم جدا، او الفالويشن هنا اسيرشن مهم جدا بالنسبه للموردين. لازم تتاكد منه برضو بنفس الاجراء اللي انت عملته اللي هو السداد اللاحق. ازاي؟ اذا افترضنا ان المورد عليه 500,000 في حين ان هو تم الدفع له في السنه الجديده فقط 400,000، فقط 400,000، يبقى كده في 100,000 ما اتدفعوش. طيب ليه ال 100,000 دول ما اتدفعوش؟ لازم تبدا تستفسر عن اسباب الرصيد المعلق. انت بتعمل جدول بتحط فيه الرصيد من واقع الدفاتر، قيمه السداد اللي من واقع البنك او من واقع حساب الاستاذ، هيتفضل معاك رصيد ريميننج بالانس او اوفر بالانس، يا اما ريميننج بالانس يا اما اوفر بالانس. بمنتهى البساطه ممكن يكون الريميننج بالانس احيانا لان في خصم تم على الفواتير بتاعه السنه ديت في السنه اللاحقه، اكتشفنا ان انت مثلا خدت كميات كبيره وانك تجاوزت الكميه المسموح بيها للخصم، وبالتالي اصبح ان انت المفروض تاخد خصم كميه، فخصم الكميه ده انت المفروض تعمله ايراد ليك. طبعا خصم الكميه هتاخده من المورد، خصم كان المفروض انك تعمله ايراد في السنه اللي انت فيها مش في السنه الجديده، فتبدا تكتشف ان لو في خصم تم اثباته في السنه الجديده انك هتعمل عكس القيد دوت وتثبته في السنه اللي انت فيها في 21. في بعض الاحيان ممكن يكون في غرامه، غرامه تاخير مثلا على السداد، او في غرامات نتيجه ان انت اتاخرت في السداد، او كان في زيادات في الرصيد انت كنت ثابت الفاتوره بقيمه اقل من القيمه اللي المفروض تثبت بيها. انت بتقول انك استلمت مثلا 500 وحده، هو جه قال لك لا والله انت استلمت 700 وحده، فلما جيت دفعت على ال 700 وحده مش على ال 500 وحده، فانت ثابت الفاتوره غلط. وهنا بتيجي اجراء مهم وانت بتعمل الفاوتشنج، انك المفروض بتقارن قيمه الفاتوره او قيمه الكميه اللي في الفاتوره بقيمه الكميه المستلمه في ايصال استلام المخزن، تمام. فممكن تكون الفاتوره انت ثبتها غلط، وانت في الفالويشن لما جيت دفعت بالقيمه الاكبر لان هو اعترض عليك فدفعت له قيمه اكبر. فانت الفالويشن هنا بتاخده برضه بالسداد اللاحق، وانك بتراجع المبلغ المسدد هل كان اكبر من الرصيد او اقل من الرصيد. النهارده احنا اتكلمنا عن الوجود والتقييم، ودول الاسيرشنز اللي هي المودريت ريسك في الموردين. هنفرد الحلقه الجايه ان شاء الله للاسيرشن الاهم في الموردين وهو الكومبليتنس. الاسيرشن الاهم بس ده لازم هنتعمل له اجراءات مهمه جدا وخطيره جدا، ولازم نفرد لها حلقه لوحدها. اتمنى اكون وفقت النهارده في ان انا اشرح لكم الموردين، او اشرح لكم طريقه مراجعه الاسيرشنز الوجود والتقييم للموردين. وفي نهايه الحلقه أعيز نفسي وإياكم أن نكون ممن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. منكم وإليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.